الخروج إلى الشارع وسيلة أخيرة لجأ إليها عمال النظافة بتعز للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أشهر. المحتجون وفي خطوة تصاعدية هددوا ببدء إضراب كلي والتوقف عن العمل إذا لم تستجب الجهات المعنية لمطالبهم. خرجنا اليوم الوقفة الثالثة صندوق النظافة التحسين لمطالبة صرف مرتبات عمال النظافة المتعاقدين والإداريين لم يتم صرف مرتباتهم مدة 6 أشهر، والعمال الرسميين الذين هم كادر مشروع النظافة لم يصدر قرار بصرف رواتبهم، وصرف الزيادة الذي هي 30% لم تصرف. قد شبعنا وعود من الأخ محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان نائب وزير المالية، السلطة المحلية لم تلتفت لهذه الفئة بشكل كفت مؤسسات الدولة تصرف مرتبات ما عدا صندوق النظافة والتحسين كونه جهة خدمية. هذه الأصوات الاحتجاجية لعمال النظافة والذين يمثلون الشريحة الأكبر يواجهون معاناة مختلفة من وقت إلى آخر، ولهذا فقد سارع الكثير من نشطاء المدينة إلى مشاركتهم في مسيرتهم هذه، كما سبقتها حملات إعلامية للضغط على السلطة المحلية لسرعة الاستجابة لمطالبهم. الحملة طبعا هي حملة إنسانية بحتة كمبادرة من المتضامنين، تهدف إلى دعم عمال النظافة. عمال النظافة أعتقد أنه عيب أنه تتوقف رواتبهم 18 يوم تقريبا، هم 18 يوم هم يعتصموا، ما فيش أحد سمع لهم، ما فيش أحد تقاوم معاهم. إحنا نحاول من خلال الاعتصام إحنا نضغط ويكون خير إن شاء الله، بنحاول وإن شاء الله تتكرر، حتى مش مشكلة لو كررناها ثاني مرة. لازم يهتموا، أكثر شيء لازم تهتم فيه الدولة اللي هو نظافة الشوارع وعمال النظافة والاهتمام في رواتبهم وحوافز وإضافي و و و هذا شيء مفروغ منه. السلطات المحلية وصندوق النظافة والتحسين لم يبديا أسبابا مقنعة لأزمة هؤلاء، كما أن غياب بوادر حلحلة أوضاعهم ساهم في اتساع دائرة معاناتهم. تكدس أكوام القمامة في الشوارع والأحياء صورة تعكس حجم المعاناة التي يتعرض لها عمال النظافة، كما تنذر بكارثة بيئية قد تهدد حياة الآلاف من السكان ما لم يتم صرف رواتبهم والاهتمام بهذه الشريحة الغائبة أصلاً عن اهتمام السلطة المحلية والحكومة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.